في ساعة دفن ناجي العلي وقف أخوه الأكبر جوهر وكان متماسك وبدأ بإهالة التراب. عندئذ بكى هو قال الله يرحمه ناجي كان يحب ريحة التراب وكان يتمنى أنه يكون مدفنا في فلسطين، كان يتمنى أنه يرجع إلى فلسطين ويشم ريحة التراب الطازجة هذه المنبعثة من التراب، كانت تجننه، هذه أحلى من كل عطورات العالم. حقيقة ناجي لخصت كلمة أخوه جوهر هذه، يعني هذا المعنى، معنى ريحة التراب هي اللي كونت ناجي، هي اللي عملت فنان، هي اللي خلت يقارع كل هالأنظمة وهالمنظمات، وهي اللي أتت بمسرح.